المرحلة الثالثة وهي المرحلة التناسلية، وتبدأ هذه المرحلة من الثانية عشر، وتتطور هذه المرحلة عامة في ذاتيته، فيحول من حب ذاته إلى شخص اجتماعي محب للآخرين، ويفضل مصلحة الآخرين على مصلحته الذاتية الشخصية. وهذه الميزة تدل على البناء السليم للأنا، وأيضا هنالك نمو في الجانب الحركي من حيث تغيير موضوع المتعة لشكل من العواطف والمشاعر من الجنس الآخر، كما تكون قادرا ومستعدا للزواج. وهنا يرى فرويد أن الفرد يصل إلى هذه المرحلة مع بعض الصراعات والتصادم بين الرغبات والقيود الاجتماعية. وتتميز هذه المرحلة أولا، يتضح التحرك نحو المرحلة الجنسية إلا ينضج أو يتضح التحرك نحو المرحلة الجنسية إلا إذا كان هنالك تثبيت عند مرحلة سابقة. طبعا على فكرة، مراحل النمو إذا لم تشبع في المراحل العمرية تبدأ بالظهور في مراحل مبكرة. هذه دائما نخليها ببالنا، يعني المراحل النمو إذا لم تشبع بالصورة الصحيحة، لم تنمو، لم يعني يصبح الشخص متوافقا وتبدأ بالظهور مرة أخرى. ثانيا، تتطور لدى المراهق الاهتمامات الغرامية بالجنس الآخر.